يتفضل برئاسة الجلسة فضيلة معالي الدكتور عبد الله معتوق المعتوق. تفضل يا فندم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه إلى يوم أن نلقاه. معالي الأخ الفاضل دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، العلماء الأجلاء، الحضور الكريم، أحييكم جميعا في مستهل الجلسة الأولى العلمية الأولى الأحكام الفقهية المتعلقة ببناء الدولة رؤية عصرية، والتي تأتي في سياق أعمال المؤتمر العام 30 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر الحبيبة، مصر الساكنة في قلوبنا وعقولنا، مصر الحاضرة دائما في وعينا، مصر التي تتلمذنا على علمائها ومفكريها، مصر الأزهر والحضارة والتاريخ والأدب والمعرفة. إننا نشعر دائما بالحنين إليها والرغبة الملحة في زيارتها ولقاء علمائها. كما أرحب ترحيبا خاصا بزملائي المتحدثين في الجلسة. في الواقع لقد أحسن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية صنعا بإدراج هذا الموضوع المهم على جدول أعماله وحشد العلماء والباحثين في رحابه لتقديم رؤية عصرية للأحكام الفقهية ذات الصلة بالمستجدات الراهنة وتطور مفهوم الدولة الحديثة. ولا يخفى على حضراتكم أن الفقه الإسلامي في نظرته لمفهوم الدولة الوطنية الحديثة وقضايا المواطنة والديمقراطية والتعددية والحرية والمرأة والتعايش واختيار الحاكم وغيره مر بمراحل زمنية اتسمت بالجمود والتردد والانعزال، وأخرى شهدت ازدهارا وتقدما وسعيا نحو التجديد والإصلاح. ولعل من أهم عوامل ازدهار الفقه الإسلامي هو مدى قدرة الفقيه على الجمع بين فقه النص الشرعي وفقه الواقع، وكذلك قدرته على الموازنة بين الثوابت والمتغيرات والجمع بين الأصالة والمعاصرة، سيما أننا نعيش في عالم متغير ولا مكان فيه للانغلاق والجمود. والتوجيه النبوي واضح وجلي في هذا الصدد: أنتم أعلم بأمور دنياكم. ونحن اليوم بمعية كوكبة من العلماء، كوكبة رفيعة ونخبة متميزة من العلماء الأجلاء الذين سيتحدثون في هذا الموضوع من زوايا متعددة لإثرائه وسبر أغواره. وأحسب أن زملائي المتحدثين كما تتحدث سيرهم الذاتية وخبراتهم العلمية والأكاديمية من الراسخين في أصول الفقه وعلومه، ولا نزكيهم على الله. ولأن التحدي الرئيسي في إدارة الجلسات العلمية هو تحدي الوقت، وعندي توصية من معالي وزير الأوقاف بأن نلتزم بالوقت. فعلا هذا تحدي، لكن أنا أعرف اللي حولي أنهم بالمستوى اللي يلتزمون في المواعيد. سنخصص بإذن الله تعالى لكل متحدث 7 دقائق، لكن أنا زدتها من عندي إلى 10 دقائق، فإن أتممت 10 فمن عندك.